توقعت الحكومة الجزائرية ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 73 مليار دولار بنهاية السنة المقبلة. رجحت وزارة المالية الجزائرية ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاع احتياطيات البلاد من الصرف لتمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الانتاج، بالتزامن مع تقديرات بتحسن مستوى الاحتياطية خلال 2026 و2027.